يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته استعدادا للموسم الرياضي الجديد الذي سينطلق يوم غد الخميس، ويستهل العربي مشواره في البطولة بلقاء مرتقب يجمعه بضيفه كاظما يوم السبت المقبل. وللوقوف على آخر استعدادات الفريق ينضم إلينا من النادي العربي الزميل عادل العنزي. تفضل عادل. حياك الله سالم، مرحب فيك ورحب كذلك بكل من يشاهدنا في النشرة الرياضية في هذه اللحظات من استاد صباح السالم بالنادي العربي لتغطية ومتابعة استعدادات النادي العربي. النادي العربي مثل ما هو معروف أحد أكبر الأندية في الكويت، ويعني هم شريحة كبيرة من المشجعين في البلاد. اليوم احنا متواجدين مع المنسق الإعلامي لفريق النادي العربي الأخ مشعل العبشل. أبو محمد يعطيك العافية، رحب فيك اليوم. متواجدين قبل أعتقد دقائق قليلة من بداية تدريبات الفريق الأول للنادي العربي، كلمنا شنو مستجدات الفريق بشكل عام، شنو وضع النادي العربي قبل بداية الموسم، خاصة أعتقد أن عندكم بداية قوية قدام نادي كاظما إن شاء الله يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم، أول أيام هلا ومرحبا فيكم وبتلفزيون دولة الكويت. حقيقة استعداداتنا مثل أي استعدادات الفرق الأخرى، ولو كانت تختلف استعدادات عن استعدادات بعض الأمور اللي حدثت معنا في معسكرنا. إحنا بدينا من أواخر شهر 6 ومن ثم انتقلنا إلى معسكر في تركيا لمدة 2 أسبوع، وجلب معنا السنة محترف جديد من الجزائر أخونا أحمد الخالدي، بالإضافة إلى المحترفين السابقين خابة حمزة خابة من المغرب وإيوالة من نيجيريا، وكذلك سفيان بوشار من الجزائر. ولا زال جاري البحث عن الخامس، وكنا إن شاء الله ثقة في لجنة الاحتراف المنصة في جلب المحترفين. نتمنى إن شاء الله أن يتواجد بأسرع وقت، حتى لو كان بعد مباراة فريق كاظما. الكل يعلم مباراة حساسة انطلاقة الموسم، لكن بعض الأمور اللي حدثت في الفترة المعسكر بالفترة الأخيرة إصابة الكابتن خابة قد شوية تكون أربكت، لكن احنا عندنا دائما ثقة في لاعبينا، ودائما عندنا ثقة في الدعم الفني من قبل الكابتن ناصر الشطي وزملائه، اللي نتمنى إن شاء الله أنهم يعني نقدم مباراة جيدة. لعبنا خلال المعسكر 3 مباريات، وقبل انطلاق المعسكر لعبنا مباراة واحدة مع فريق نادي الشباب، ومن ثم قبل يومين لعبنا مع فريق برقان المباراة الأخيرة استعدادا لنادي كاظما. نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن نقدم صورة جيدة تليق باسم النادي العربي وجماهير محبينه. إن شاء الله نوعدهم في ظهور جيد بإذن الله مع بداية الموسم. أبو محمد، يعني شنو مدى رضاكم عن خطة الإعداد الفترة الأخيرة؟ يعني لو قلت باختصار تقول لي شنو رضاكم، يعني شنو كان سير الخطة، شنو مستوى الفريق حاليا يمكن، وأعتقد يمكن الطموح المشروع النادي العربي المنافس على كل البطولات، هل تعتقد أن الفريق بالنظر لكل هذه الإعدادات الآن جاهز يعني للموسم ولا لا؟ بالفعل لله الحمد، احنا يعني منذ البدايه الكابتن ناصر الشطي امانه في اجتماعاتنا في الدوريه مع اخواننا اللاعبين اوضح لهم ان هذا الموسم موسم صعب، موسم ان من بعد الموسم السابق على طول يعني بعد شهر ما يقارب شهر ونص يبتدي الموسم اللي بعده، فهذا يجعل ضغط على اللاعبين، خصوصا ان احنا راح نلعب 5 بطولات متمثله في بطوله سيدي حضرة صاحب سمو أمير البلاد، والإضافة إلى سيدي ولي العهد، بالإضافة إلى الدوري، وكذلك بطولة الخارجية الاتحاد الآسيوي، وبالإضافة إلى كأس السوبر. فكل هالعوامل محتاجين فيها كل لاعب، محتاجين فيها كل عنصر، ومع ذلك تم تقليل عدد اللاعبين من قبل الاتحاد الكويتي، فهذا أعطت عوامل يعني بالنسبة لنا كجهاز إداري متمثلة في أخونا خالد القبندي وأخوانه في عملية تهيئة هذه الأمور، وكذلك مع الترابط مع الجهاز الفني في تحضير اللاعبين بشكل جيد. ونتمنى إن شاء الله أن الأمور تسير بالشكل ما هو موضوع عليه
في خلال اجتماعاتنا الدورية مع الجهاز الفني، ونتطلع إن شاء الله من دعم من مجلس الإدارة بإذن الله بتكاتف إخوان أعضاء مجلس الإدارة معنا، وحرصهم الزائد أن لازم أن نقدم مباراة جيدة في إذن الله من الانطلاقة، ودعمهم في إن شاء الله في حضور المحترف الخامس بأقرب وقت. شكرا مشعل عبتل من الإعلام من النادي العربي، يعطيك العافية، وبدور نقول بالتوفيق للنادي العربي وكل أنديتنا إن شاء الله بانطلاقة دوري زين بإذن الله، ويعني إن شاء الله نشوف موسم يعني متميز خاصة بهذه الاستعدادات اللي قامت فيها الأندية من خلال التعاقد مع اللاعبين وأيضا الخروج في المعسكرات للظهور في أفضل صورة بإذن الله في الموسم القادم بإذن الله. نعم مراسلنا من النادي العربي عادل عنزي، شكرا لك.